جعان جعان. تقوم تفضحني في المدرسة؟ امبارح نايم من غير عشاء، والنهاردة فطران ب 12 حباية فول، عدتهم بالواحدة. امال انا متجوز ليه يا عالم؟ ايوه كده اعترف، طلع اللي في قلبك. يا هدى يا هدى، هو الراجل بيتجوز ليه؟ يا استاذ الكلام ده كان زمان، ايام ما كانت الست جارية في البيت. النهاردة انا بشتغل زيك وبدفع زيك. طب اهتم بيا شوية شوية صغنطاطة قد كده. اكتر من كده؟ ده انا مموتة نفسي، بشتغل في المدرسة ودروس خصوصية في البيت. يا حبيبتي مش قصدي، مش قصدي يعني لقمة حلوة من ايديكي، صينية مكرونة بالبشاميلي، نفسي الغوص. يا حبيبي استنى الاجازة وبلغوص زي ما انت عاوز. دلوقتي بقى صبر بشوية الشوربة اللي على النار دول. امر لله. طب اتفضلي بقى غيري هدومك عشان نخرج بعد ما نتعشى. نخرج؟ نخرج فين؟ النهارده الخميس، فسح نفرفش. عرس مش من هنا. احنا جايين ناخد الدرس يا ام. النهارده اجازه، تعالوا بكره. الله يا خبر، نسيت اقول لك. ايه؟ متاسفه يا حياتي، اصل دول بتوع سنه رابعه ولازم ياخدوا الدرس النهارده. خليهم لبكره. بكره عندي سنه خمسه يا حبيبي. اللي بعده عندي سنه سته يا روحي. طب اعتبريني في الروضه، انا خارج. والشوربه اللي على النار ده لهم حصه في التدبير المنزلي. انا خارج. جوزك وصل، ربنا يستر. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا عيني يا خرابي يا خرابي. تتوزن بالذهب، لرجليها لوحدهم يتوزنوا بالالماس. يا بخته. اللي هو مين؟ البق في جوزها. اما انت قليل الادب صحيح. ايه ده وانت مالك يا محترم؟ اللي مالي مهنا البق. ما تخليك في حالك يا جدع انت، ما هو ده حالي. طيب طيب خلينا نمتع عينينا. وادع عينيك اهم. لا دي وقاحه، دي اللي تهدب. انا قليل الادب يا لسندينك بطوبه. الله انت مالك يا جدع انت؟ ايه مالك؟ ده دخلك حاجه زي كده انت كمان. اوعى اللي جابهم اوعى على ما حدش. ادي اللي كنت عامله حساب كل ما يجي الشغل يعمل ازمه. عذري بيغير ده هيجنني، مش عارفه اعمل ايه. سيب الشغل. يبقى يا اما ما ندفعش ايجار البيت يا نعيش من غير اكل. لسه زعلانة؟ خليك مطرحي. يا ريت،
ما كنتش اخرج من اوضه النوم ابدا. هيحصل قريب. الليله؟ لا، لما بيت الازياء تعرف ان جوزي بيبوظ كل عرض بعمله. اخر مره. كل مره بتقول كده. بالشرف عمري ما هعملها. يلا بقى، في صحة شهيرة، أجمل عارضة أزياء في العالم. أيوة كده، اضحك يا شيخ. ده النهاردة الخميس ودي ليلة مفترجة عند موظفين الحكومة. بتقول النهاردة الخميس؟ وبكرة الجمعة. لازم أنام حالا. مستعجلة على إيه؟ ما إحنا هننام. أنا بس اللي هنام، عندي شغل بكرة. شغل شغل؟ هو الشغل ده أهم مني؟ هنرجع تاني للكلام اللي ما منوش فايدة. ما هي مش عيشة دي. احنا متفقين على كده من قبل الجواز. بس يا شيرين النهارده الخميس والحسنة حلال. تصبح على خير. وكمان مش شارب. وكمان مش هاخد الدواء. واكل يا جماعه يا اللي فوق، ما ترموا لنا الست اللي عندكم بالمره. انا لسه ما طلبتش. بنمسي يا استاذ فكري. بتمسي ولا بترشي؟ دي ممنونيه. بلا ممنونيه بلا كمونيه. النهارده شاي، بكره علبه سجاير، بعده 5 جنيه، وساعتها الخزنه تتفتح لك بعد الميعاد. شيل الشاي حالا. احنا مش في كباريه؟ بتفتح لي الشاي حضرتك؟ العب يا افري. ليلتنا بيضة. سعيدة. مالك؟ تعبان. تعبان والله يا فكر. يا بختك يا عم، هنيالة. أعمل إيه بس يا فكر؟ مراتي اتعودت على وجودي. عايزاك دايماً جنبها؟ لو بعدت خطوة عنها تفكر إنها تنتحر. حكمة ربنا. أنا عكسك بقى، مراتي هي اللي تطبخ وأنا اللي أتكيف. بقى أنت دلوقتي متكيف؟ الأكل هيبوظ من عيني. أنا زيك بالظبط. يا أخي ده إحنا متجوزين ستات. لكن إيه؟ أنت هتقول لي ده إيه السعادة اللي إحنا فيها دي؟ ده إحنا أهالينا داعيين لنا يا راجل. أنت كذاب. يعني أنت اللي صادق؟ فكري، احنا متجوزين اندل ستات في العالم. انا نسيت شكل الطبيخ يا شريف. طب انت نسيت شكل الطبيخ. انا بقى نسيت الطبيخ نفسه. والاسم متجوزين. هبختك يا احمد. اهو ده بقى اللي ايده في جيب غيره. حر زي البلبل بيتنقل من شجره لشجره. الله. يا جميل انت يا مستعجل. انت باين عليك رياضي. طب احصلك ونتكلم. ها؟ طب كلمة واحدة؟ نص كلمة؟ طب حرف واحد؟ خشي معايا المحل؟ نقي لي جزمة بدل اللي دابت من كتر المشي وراكي. ايه؟ مش هعتقك. طب علينا نتعرف. أنا أحمد متولي، عندي 28 سنة وموظف درجة 5 وعندي شقة بالديكور. أما عليها حتة ديكور تحب تشوفي؟ أخ يلا. كفاية كده ولا اندهلك البوليس؟ لا كفاية كده. انتوا ما عندكوش ولاية. لا بقى، لا تعالى بقى يا بوليس، يا بوليس. ايه ده؟ مالك يا احمد؟ جاي منين؟ مش هتصدقوا. لا قول، ما احنا هبل بنصدق اي حاجه. طلعت الهرم اتفسح، رجلي خدتني عند الشاليهات، يا دوب بعدي من اول شاليه، باب اتفتح وايد شدتني لجوه، اتلهفت. واحدة ست؟ امال واحدة راجل؟ قعدت معاها ساعتين. ساعتين؟ ده انا في الوقت ده اكل حلب كوسه. قول خرجت
وبعدي من قدام الباب التاني اتفتح وايد لهفتك لجوه. الله انت كنت معايا. كمل كمل. ست شاليهات كل شاليه انقح من اخوه. هي الحته فيها كم شاليه يا احمد؟ يجي 20. طب ما تجيب واحده يا اخي. ايه اللي رجعك بدري؟ جريت الحق المواصلات وقعت. ست شاليهات وانا اللي نفسي في واحد شاليه. حظوظ الحاجات دي ما فيهاش حظ. دي حرب بين الراجل والست عايزه تكتيك عشان تكسبها. طب ما تقول. ده احنا زملاء يا اخي. الستات في عصر الذره بتحن لعصر الكهف لما كان الراجل يجرجرها من شعرها ويرميها في التراب. بتحب القسوه بتحن للعنف بتموت في التعذيب. قسوه عنف تعذيب. عننا حكاية العصر الحجري دي. ده انت مصيبة.